فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. نعم، التعيير بالأنساب، أن تقول هذا قبيلي وهذا غير قبيلي، هذا ليس له نسب، هذا ليس عربي وما أشبه ذلك، هذا من أمور الجاهلية. بل الواجب أن المسلمين أخوة، لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى. أما معرفة النسب مجرد معرفة لتعارفوا فلا مانع من ذلك، ولهذا تعلم الأنساب هذا لا بأس به، أن تعرف أن هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، لا من أجل الفخر وإنما من أجل التمييز بين القبائل والتعارف بينها، من أجل التواصل، من أجل التواصل ومن أجل الترابط الإيماني لا الترابط الجاهلي. فمعرفة الأنساب لمجرد المعرفة فقط والاطلاع فقط أمر لا بأس به، ولهذا كان من الصحابة نسابين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من العلماء نسابين يعرفون الأنساب، وكتب الأنساب الآن معروفة ومطبوعة ومتداولة، لا من باب الفخر وإنما هو من باب التعارف بين الناس. وأما الفخر بالأنساب فهذا من أمور الجاهلية. نعم، التعارف مثل أي تعارف من أمور حياته، معرفة المدن والشوارع والوديان والجبال فقط كذا، تعارفوا من جهة قبائلهم. نعم. وأنسابهم، وأن فلانا من القبيلة الفلانية وليس من القبيلة الفلانية، هذا فيه مصالح حتى من ناحية المواريث ومن ناحية الولاية في النكاح وغير ذلك، والديات. نعم، والديات. نعم، والعاقلة.